شكرا للدكتور إسماعيل نور. هي شاعرة مختلفة فيما تكتبه من قصائد، جريئة فيما تطرحه من الموضوعات. حياتها قصيدة طويلة ممزوجة بالبكاء والطفولة، بالحنين والحب، تحلق فوق القلق والأمنيات والاجتهادات. تجرب الطيران بأجنحة من عناد لإثبات مشروعية وجودها، وبرغم معاناتها الإنسانية الابتسامة هي ردها الدائم على الأحزان. ولدت في مدينة كركوك العراق، تعيش الآن في مدينة ديربون ميشيغان، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الترجمة الإنجليزية، تحمل دبلوما في اللغة الروسية. تعتبر من الأسماء الحاضرة بقوة في الشعر العربي الحديث. ترجمت قصائدها إلى اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الأسبانية والإيطالية. أصدرت 5 مجموعات شعرية ومجموعة قصصية من مؤلفاتها: لحظة ينام الدلفين، لن يخصك هذا الضجيج، تقاويم الوحشة، حطب، قبعات مكسورة، وأكاذيب برتقالية. ترجمت قصائد الشاعر الروسي فلاديمير فيستوسكي إلى العربية والكردية. لديها الكثير من الأعمال الأدبية قيد الطبع، فازت بوسام يخلد هوميروس، وهي أول شاعرة تكرم بهذا الوسام في عموم العالم العربي. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيفها على منبر منتدانا. رحبوا معي بالشاعرة المتألقة كولالا نوري.